كم ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة بيتزا بالمكونات اللي عندك ايا كانت هي ايه. طبعا احنا العجينة سايبينها تخمر، يعني قدامها لسه هي خالصة، في الوقت اللي هي بتخمر فيه هبتدي اقطع واجهز حاجات البيتزا. هيبقى فلفل، طماطم، زيتون، مخلي، بصلايه دي برضو مش اجباري، ممكن تكون اختياري، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، بستر، وعندك الصلصة، وعندك برضو التوابل بتاعتنا. هنبتدي نقطعهم وهرجع لك تاني. هو زي ما انت شايفة كده البصلة انا مش هقطعها مربعات، قطعت جزء منها بالطول كده زي ما انت شايفة كده. هبتدي احط حتة حتة زي دي على البيتزا، برضو دي اختياري براحتك فيها. الطماطمية قسمتها بالنص، قطعتها شرايح كده، قطعتها كده عشان تتحط برضو على وش البيتزا، ما تتقطعش مكعبات عشان تبقى منظرها حلو على الوش. الفلفل برضو هنقسمها بالنص كده، او تسيبيها زي ما هي وتبتدي تقطعيها حلقات، او هتبقى تقطعيها كده هتبقى شكلها ظريف على البيتزا بالشكل ده. بصي، او بالنص هوريها لك برضو بالشكل ده. بالشكل اللي انت شايفاه ده قطعنا كل حاجة، والصلصة هنحط عليها التوابل بتاعتنا كلها في طبق بره عشان طبعا نحطها على وش العجينة قبل ما نحط الحاجات دي كلها. وهوريكم دلوقتي هنبتدي نعمل ازاي. احنا هنحطها على وش البيتزا، هناخد زي معلقتين كبار من الصلصة نحطها في طبق غويط، هي بالشكل اللي انت شايفاه كده. هنحط عليها شوية مية وندوبها فيها كويس زي ما انت شايفه كده. هنبتدي نحط التوابل فيها، كل التوابل برضو اللي عندنا. نبتدي نحط توابل، دي توابل على بعضها انا حطها كلها، ومبشور معاها كمان جوز الطيب، فلفل اسمر، كزبرة برضو، روزماري، في منه ده، في منه مطحون، مطحون اهو، وملح طبعا على حسب الرغبة بتاعتك، مش هنكتر قوي، والكمون طبعا ده اساسي، ده اساسي لان الكمون بيطرد الغازات وبيهدي المعدة وبيعمل حاجات جميلة قوي 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 في المعدة. هنقلبهم كويس قوي مع بعض اهو زي ما انت شايفه كده. يبقى احنا كده خلصنا كل حاجات البيتزا حتى الصلصه بتاعتها، وهنبتدي نجيب العجينه وهوريك هنبتدي نشتغل ازاي. العجينه بتاعتنا اهي زي ما انت شايفه خمدت، بصي على جمالها. هنبتدي نقطعها دايره كبيره شويه عشان العجينة ممكن تعمل معاكي 12 بيتزاية او 13 لو انت هتعمليها بيتزا وسط، لو انت هتعمليها صغيرة يبقى 14 بيتزاية. هنسيبها تخمر 10 دقايق ونبتدي نشتغل البيتزا بتاعتنا. البيتزا بتاعتنا هنبتدي نفردها على قد الصينية بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه ده. تكملي فردها بقى في الصينية كده،
نجيب الصلصة ونحطها على الوش، الطماطم بتاعتنا حطينا الطماطم بالشكل ده، هنحط الفلفل بالشكل ده برضو زي ما انت شايفة، شكل جمالي وعشوائي الشكل الظريف ده. هنحط البصل بتاعنا وهو مش إجباري، هنحط الزيتون بتاعنا، احنا كده رصينا البصل، هنحط الزيتون بشكل جميل برضو. البسطرمة بتاعتنا اهي، بالشكل ده. هتحط الجبنة الموتزاريلا اهي كده، طبعا لو عندك حشوات تانية ممكن تحطيها عادي، انت مش مجبرة على اللي انا بعمله ده. انا الفكرة كلها ان انا اعمل بالعجينة حاجات كتيرة قدامك اللي احنا عاملينها طبعا في الفيديو الاولاني بالشكل ده، اوريها لك لما اخلصها في الفرن. بتزاي كمان اهي، حط عليها الطماطم برضو، وهنحطها في الفرن برضو وهوريها لكم. البيتزا النهائي رأيكم يهمني طبعا. مع السلامة.